يعرف الإنسان الزهري باسم الشخص المحظوظ، أي الشخص الذي يمكن أن يصلح للاتصال بالعوالم الأخرى عن طريق دمه، ويكون ممتلكا لعلامات لا يعرفها إلا السحرة. ففي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن الإنسان الزهري أو الطفل المحظوظ كما يطلق عليه، لكن هذا الحظ في الحقيقة لا يكون عاملا إيجابيا له، بل إنه يجعل دمه شبه مرغوب فيه من قبل الجين، وهو أمر يحدده السحرة والمشعوذين باستخدام دم الإنسان الزهري من قبل المشعوذين والسحرة. وهنا تجدر الإشارة بأن هذه الطاهرة بالرغم من انتشارها في أغلب بقع إفريقيا وآسيا، إلا أن انتشارها الحقيقي يكمن في دولتنا المغرب، والتي يقال أنها تستهلك ما لا يقل عن 100 رأس من رؤوس الإنسان الزهري. مرعب عزيزي المشاهد. لذلك دعنا نتعرف في حلقتنا اليوم عن الإنسان الزهري والأسباب التي جعلته مطلوب من قبل البعض وصفاته وفوائده. فقبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وأن تضغط على زر الجرس ليصلك تنبيه عند رفع أي حلقة، وأن تقوم بزيارة على حسابي في الانستغرام وصفحتنا في الفيسبوك، سوف أنتظرك هناك. لنبدأ. إذن من هو الإنسان الزهري؟ فالإنسان الزهري قبل أن نتناوله يجب أن نعرف مشتقاته أولا. فكلمة الإنسان الزهري هنا نقصد بها هو الطفل الذي لم يتجاوز 10 أعوام. أما الزهري فيقال أنها مشتقة من كلمة الزهرة، وهي تعني في بعض اللكنات العربية أي الحظ. وقد قيل أيضا أنها كلمة مشتقة من كتاب لابن الزهرة، وهو كتاب يتحدث عن الإنسان الزهري. وبغض كل التأويلات الموجودة، لم يستطع أحد تعريف الإنسان الزهري إلا بعضها تدل على الحظ والطفل، أي أن هناك شبه إجماع تعني أن كلمة الإنسان الزهري تعني الطفل المحظوظ. والسؤال المنطقي هنا وبلا شك عزيزي المشاهد، ما هي الأسباب التي جعلت هذا الطفل يوصف بهذه الأوصاف؟ سوف نتعرف على الأسباب، فقط تابع معي. فالإنسان الزهري يعد زهريا لأن كل الأبواب تفتح أمامه كما يقول المشعوذون، وكل الأشياء الصعبة تصبح يسيرة له. فمن بين مليون شخص يكون هناك فقط شخص واحد محظوظ من بين هذه الأشخاص، بل إنه يجلب الحظ إلى كل مكان يذهب إليه، ولهذا السبب يتم معاملته على أنه شيء نافس وثمين، ولكن ليس بالنسبة لأسرته أو له، وإنما بالنسبة للدجالين والمشعوذين والسحرة الذين يلهتون خلف هذا النوع من الأطفال ومستعدين لدفع كل ثمين ونفيس من أجل الطفر به. فيقال أن الإنسان الزهري أو الطفل المحظوظ بمعنى أدق هو في الأصل نفر من الجن، لكنه بعد ولادة الإنسان الزهري يتلبسه ويعيش داخله، ولهذا يستخدم هذا الطفل في كافة الأمور التي تتعلق بالجن. وقد قيل عن الإنسان الزهري أيضا أنه من السلالة المباركة أو أشخاص وقع عليهم الاختيار بعينهم ليكونون ممتلئين بكل هذا الحظ، وهؤلاء للأسف لا يستطيعون اكتشاف مثل هذه الأمور بأنفسهم، وإنما يكون عن نفر من قبل السحرة والمشعوذين على دراية بالأوصاف الحقيقية التي يمكن تحديد من خلالها أن هذا الطفل زهري أم لا. إذن ما هي أوصاف الإنسان الزهري؟ تابع معي. فالعلامة الأولى وهي انفلاق اللسان، وهي الأهم. فالإنسان الزهري يجب أن يكون لسانه منفلق على شكل طولي غير متعرج،
وهذا الانفلاق يكون غالبا عند الولادة، أي أن تحديده في الإنسان الزهري غاية في السهولة، وعندما يكون ذلك تقوم الأسرة بالتضييق على طفلها وإجباره على التقليل من عدم إظهار لسانه على الغرباء خوفا عليه. والعلامة الثانية هو خط اليدين العرضي، فهي علامة يمكن التوصل إليها عن طريق اليد سواء اليمنى أو اليسرى، حيث يكون هناك خط شبه عرضي في وسط اليد، وهو أمر ظاهر أيضا، أي لا يمكن إخفاؤه، ولذلك يعد من العلامات الظاهرة التي يمكن من خلالها السحرة والمشعوذين أن يحددوا غايتهم. والعلامة الثالثة وهو الحول الخفيف، فقد يعتقد البعض أن الإنسان الذي يبدو عليه الحول وهو الإنسان المعاب أو الذي يتواجد به شبه عيب بصري، لكن أن في الحقيقة أن هؤلاء قد يكونوا تابعين بشكل أو بآخر لجنس الإنسان الزهري، حيث يتمكن أي شخص بعد رؤية هذا الحول مع انفلاق اللسان وخط اليدين العرضي يمكن أن يحدد أن هذا الإنسان زهري أم لا. والعلامة الخفية وهي لون الدم الخفي، فهي من أهم العلامات والخفية في نفس الوقت، حيث لا يعقل مثلا أن يجرح شخص يد طفل صغير ليتعرف على لون دمه، ومع أنه غير معقول كما ذكرنا، إلا أنه قد يحدث إذا كان هناك غاية ملحة وحاجة ماسة إلى طفل زهري. وهناك عدة علامات أخرى يستدل بها على الطفل الزهري، إلا أنه ليست على قدر كبير من الأهمية ولا تتوافر مع جميع الأنواع، ومثل ذلك لون الشعر وتقسيميته ولون العينين، لكنهما لا يعتبر من العلامات الهامة لأنه يمكن أن تتوفر في الإنسان الزهري أو الغير الزهري. فكل هذه العلامات السابقة التي ذكرنا هي في الحقيقة الهدف منها هو الاستدلال على الإنسان الزهري، لكن بعد هذه العلامات يأتي تصنيف هذا الشخص على حسب كمية ونوعيات هذه العلامات الموجودة فيه. إذن ما هي تصنيفات الإنسان الزهري؟ فمثلا إذا كان الإنسان الزهري يتوفر فيه كل هذه العلامات فهو يعد زهري من التصنيف الأول، وهو الذي يكثر استخدامه والطلب عليه. أما إذا كانت تتوفر فيه العلامات مثل انفلاق اللسين وكف اليدين فهو إنسان زهري من الدرجة الثانية. وعد ذلك من العلامات يمكن تصنيفه كإنسان زهري من الدرجة الثالثة، وتتفاوت نسبة الطلب على هذا الأساس. أما بالنسبة لأماكن الإنسان الزهري توجد في كل مكان، فأي إنسان في الكون معرض لأن يولد زهريا، إلا أن ما نقصد بأماكن الإنسان الزهري أي الأماكن أي التي يكون فيها الطلب كثيرا واستخداماته كثيرة، وهي للأسف في أماكن عربية، وبالخصوص كما قلنا في البداية في دولتنا المغرب التي تعد من أكبر المناطق التي تعمل على احتضان الإنسان الزهري واستخدامه، وربما يكون ذلك نتيجة انتشار السحرة والمشعوذين الذي تعج بهم البلاد هنا في الجبال، وتماما كما هو الحال في باقي أجزاء قارة إفريقيا والتي يتواجد فيها الإنسان الزهري بنسبة متفاوتة، إلا أن تصل لنسبة صغيرة جدا في آسيا ونسبة شبه منعدمة في أوروبا. وهناك ما يعرف باسم مافيا الإنسان الزهري، وهم الأشخاص الذين يقومون بالمتاجرة بهذا النوع الغريب والتكسب وراءه، وغالبا ما يكون من السحرة والمشعوذين الذين يمكنهم الاتصال مع الجن بطريقة أو بأخرى، ثم يدعون بعد ذلك أنه يطلب منهم دم إنسان زهري أو أي شيء آخر منه. وهذا وأن الحكومة تحاول بكل جهد القضاء على هذه النوعية من العصابات، فبالنهاية ما يقومون به يسمى اختطاف الأطفال وقتلهم، وهو أمر يجرمه أي بلد، كما حدث مع الطفلة نعيمة المقيمة بدوار تفلقوت التابعة لجماعة مزقيطة لإقليم زاغورة، وكذا أيضا بعد اختطاف طفل يبلغ 10 سنوات وباتهام ذلك بأن هناك باحثين عن الكنوز هم وراء ذلك.
وتشير وقائع وأحداث إلى أن هناك أطفال زهريين يتميزون عن غيرهم ببعض الصفات والعلامات الجسدية، يتم اختطافهم من قبل مشعوذين لاستخراج كنوز من باطن الأرض، وغالبا ما يتعرض هؤلاء الأطفال للأذى الجسدي، وقد يصل بهم الأمر إلى القتل بعد انتهاء الخطيفين من مهماتهم. مع السلامة.